السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. زي ما احنا شايفين طبعا يا جماعة، احنا بنتابع دورة تربية السمان الهجين من عمر يوم لحد ان شاء الله عمر الذبح، وبإذن الله تعالى في خبر حلو النهاردة ان شاء الله هنكمله هنقوله في اخر الفيديو لما نشوف التجربة بتاعتنا. طبعا يا جماعة احنا عاملين تجربة عن خلطة جديدة عملناها بنستخدم فيها دود السبلة في تسمين السمان، وعملنا التجربة ديت من عمر 3 أيام، والحمد لله الناس متابعة التجربة وشايفة النتائج بنفسها. في آخر كل فيديو بنسيب الأوزان والمقارنة بين الدفعة دي والدفعة دي. طبعا النهاردة اليوم التاسع، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما احنا شايفين ده السمان اللي بياكل علف اللي احنا بنوزن عليه ونشوف المقارنة بينه وبين التجربة. حاجة بسم الله ما شاء الله يعني فايقة شوية، مفيش فيها أي مشكلة، بس كل ما بنشوف التجربة أو السمان اللي بياكل الخلطة الجديدة بيكون فايق، عنده فرق في الوزن والحجم وكل حاجة. طبعا يا جماعة احنا متعودين إن احنا بنشيل الأكل وبنشيل المية بتاعتهم وبنغيرهم، وبعد كده بنشوف برضو لو في حاجة كسلانة حاجة تعبانة عشان نبقى متابعين السمان أول بأول ويوم بيوم، بحيث ان لو في اي اعراض اسهال تعب اي حاجه بيبقى عندنا يعني ايه الوقت اللي نقدر نتخذ فيه القرار ونجيب العلاج بتاعه المخصوص. مش لازم ان انا الاقي مثلا مفاجئ كده فيها نافق حصل في مشاكل حصلت، الناس برضو تخلي بالها من النقطه دي. بسم الله ما شاء الله السمان برضو المناعه بتاعته عاليه جدا، فمش محتاج علاجات كتير، عشان كده انا كل يوم ببص عليه. برضو النهارده اليوم التاسع بسم الله ما شاء الله مش شايف في اي مشكله خالص الحمد لله. على اليوم ال 12 ممكن نحط جرعه كوبسيديا مضاد سموم الكلام ده كله. طبعا احنا كده غيرنا لهم الاكل والميه تمام، ما فيش اي مشكله. طبعا يا جماعه دول 30 فرخ وانا باكلهم كل يوم حوالي 500 كيلو 500 جرام علف، يعني نص كيلو علف كل يوم للمجموعه دي، وعلى ما اعتقد ان المجموعتين قد بعض، يعني الفرق ممكن يكون فرق زياده هنا فرق هنا، اما العدد الاساسي اللي انا حاطه 30 فوق 30 تحت. طبعا انا عامل حوار ان انا قاسمهم قد بعض علشان تكلفه العلف نشوف الفرق بين اللي فوق وبين اللي تحت واستهلاك العلف، يعني اللي فوق استهلكه قد ايه واللي تحت استهلكه قد ايه. طبعا لحد النهارده اليوم التاسع استهلاك العلف زي استهلاك الخلطه بالظبط، انا باكل فوق وجبتين اتنين الوجبه 250 جرام، انا باكل تحت الخلطه 250 جرام وجبتين اتنين يعني نص كيلو برضه. طبعا احنا هنا وزننا العلبه فاضيه ومصفر الميزان، لان انا مش من مصلحتي ان انا اغش في الميزان يا جماعه، انا عايز اشوف التجربه زي زيكم بالظبط. طبعا معانا اول خمسه عاملين 204 وانا معرفتش اوزن تاني لان السمان بيطير منه ويزهقني فعلا. طبعا يا جماعه على السريع كده دي الخلطه اللي احنا بنعملها او اللي احنا عملناها. طبعا انا بعملها بشكل يومي النهارده، بس في شويه اضافات كده حبيت ان انا اضيفها على الخلطه بتاعتنا. طبعا هي كلها يا جماعه حاجات بسيطه جدا، جرامات المكونات الخلطه احنا في فيديو عاملين فيه الخلطه وذاكرينها بالتفصيل. انا بس هنتكلم على شويه التوابل دول، شيح وكركم وحبه البركه وزعتر، نص جرام يا جماعه 2 جرام على الكيلو، يعني الخلطه كلها لو انا بعمل كيلو ف 2 جرام من كل نوع 2 جرام بس على الكيلو. طبعا بجانب بقى الفيتامينات والاملاح والحاجات اللي احنا حطيناها في اول الخلطه اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده. طبعا الحاجات ديت يا جماعه فيها كفاءه عاليه، فيها زي مضاد سموم طبيعي، فيها حاجات كانت ناقصه في الخلطه من البدايه، فانا حبيت ان انا اضيفها في اليوم التاسع بحيث ان برضو لو في اي مشكلة يبقى احنا كده عديناها، وبرضو محتاج رأيكم في التعليقات. نيجي بقى يا جماعة للتجربة المنتظرة، وانا بصراحة بقيت مستني ان انا اتفرج كل يوم على الفيديو زي زيكم بالظبط، رغم ان انا اللي بسجل الفيديو، بس انا وانا بسجل الفيديو كده ببقى متابع معاكم التجربة بتاعتي عاملة ايه بالظبط، بجانب طبعا ان انا متابعها طول اليوم بس بحب اشوف النتيجة في الاخر زي زيكم والله. طبعا ده منظر السمان زي ما انا قلت لكم، حيويه ونشاط اعلى من اللي بياكل علف. بسم الله ما شاء الله انا شايف كده، احنا لما طلعنا فوق انا شويه بس صغيرين اللي باينين هنا شويه الناحيه دي، وانا من قعدت زي ما انتم شايفين ماسك التليفون بجيب لازم احرك التليفون يمين وشمال عشان نشوف السمان كله هنا ولا هنا، بس هو عشان في مكان انا مش عارف اجيب مكان تاني، لان هو فعلا زي ما انتم شايفين حيويه ونشاط حاجه كده فوق الطبيعه. كل ده يا جماعة بسبب الخلطة اللي احنا عملناها وبسبب المكونات اللي فيها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده يا جماعه، بصوا انا عمال والله عمال اتفرج معاكم، يعني حاجه فايقه في يعني الفايره وفايقه وريشت عن التاني. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. طبعا احنا برضو لازم نقعد قدامهم عشان لو عندهم اسهال، عندهم مشاكل، عندهم اي حاجه، برضو نبقى احنا متابعين التجربتين، سواء اللي بياكلوا علف او اللي بياكلوا خلطه، عشان لو عندهم اي حاجه، اي اعراض بدات تبان، نعرف نلحق الموضوع بدري. طبعا هم بسم الله ما شاء الله يا جماعه بيخلصوا ال 250 جرام علف بتوع الصبح، بس انا هبدا ان شاء الله على العشاء اكتر شويه في الخلطه ليهم، بحيث ان هم بقوا ياكلوا اكتر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. كده اول ما حطينا الخلطه يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. الخلطه ده زي ما احنا قلنا يا جماعه، احنا مقدمينها للسمان من عمر 3 ايام، فيها نسبه بروتين على حوالي 24% 25%. ومكونات الخلطه احنا عملناها في اول فيديو خالص يا جماعه، ممكن ترجعوا لقائمه التشغيل هتلاقوا فيها اول فيديو مكونات الخلطه. طبعا فاضل بقى الحاجه اللي احنا بنستناها كل يوم يا جماعه، واحنا هنشوف الاوزان. اوزان الخمسه اللي بياكلوا علف كانت 202 جرام على حوالي مثلا على 5 فراخ، فاحنا نشوف الاوزان. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شفنا في اول الفيديو كده، بس هم فعلا بداوا يطيروا مني، بقوا يزهقوني. 206، يعني قد بتاع العلف او اكتر من بتاع العلف ب 2 4 جرام، حاجه زي كده. دول يا جماعه بسم الله ما شاء الله 226 جرام النهارده اليوم التاسع، زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شفنا الاوزان يا جماعه بعينينا، ولا بحب اكذب عليكم، ولا بحب ان انا اصور حاجه غلط، ولا بحب اعمل، يعني انا بعمل التجربه والنيه لله ان انا اقصد بيها خير، رغم ان هي متعبه. مش عايز اقول لك ان ال 225 جرام دول، ان انا بنشفهم دول كل يوم، بيزهقوا الواحد ازاي على ما يعملوا، فالموضوع فعلا متعب معايا. بس طبعا انا كل مشكله بشوفها لازم اشوف لها حل. انا ممكن في خلال الايام اللي جايه اوصل ان شاء الله ل 2 كيلو دود يومي و 3 كيلو دود، هي بس حوار وقت مش اكتر. تاني حاجة مرحلة تعود، أنا أول مرة أشتغل بالكلام ده، أول مرة إن أنا أكون خلطة بالشكل ده، وكمان أجربها، مش بكونها وما أجربهاش، لأ أنا بجربها قدام حضراتكم كمان، وبنشوف النتيجة مع بعض. طبعا في الأيام اللي فاتت ممكن ما كنتش عملت التجارب لحد الآخر، وده بسبب الإمكانيات أو الظروف اللي الواحد بيمر بيها في الفترة ديت. كل فترة بيبقى فيها مرحلة كده ممكن يكون فيها مشاكل، فيها حاجات بتوقفك مرة واحدة غصب عنك. فالمرة دي ان شاء الله انا محافظ ان التجربة دي تنزل كل يوم في ميعادها، تنزل زي ما هي، حتى لو حصل عندي لا قدر الله نافق فيهم الصبح، انا هقول يا جماعة التجربة فشلت معايا، التجربة نجحت معايا. وبرضه بقول محدش يكرر التجربة او يعملها الا لما نشوف النتيجة النهائية يا جماعة في الاخر. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، اخوكم محمد سعد.